اهلا بحضراتكم من جديد وباقي تفاصيل فقره برنامج او فقره ترند الاهلي بخصوص طبعا المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. بنتكلم بقى من الصفحه الرسميه لوطن سبورت على تويتر، بيتكلموا على ان موسيماني يطيح بثمن لاعبين خارج الاهلي. طبعا خلاص احنا مقترب من نهايه الدوري وموسم جديد وفتره القيد هتبدا 30/8، فهتلاقي كل السوشيال ميديا بتتكلم على الصفقات والتعاقدات واللعيبه اللي ممكن تمشي. الاسامي اللي اتكتبت في هذا التقرير بنتكلم ما بين محمد محمود وكريم نيدفيد عشان عائدين من اصابه فتره طويله، ناصر ماهر، احمد رمضان، بيكهام عشان بعيدين عن المشاركه منذ فتره، مروان محسن بسبب تراجع المستوى وسوء الحظ اللي لازمه الفتره الاخيره، نفس الامر مع والتر بواليا. الاداره حسب ما ذكرت الوطن ان موسيماني بلغ الاداره بعدم حاجته لجونيور اجاييه، وفجر المصدر مفاجاه من العيار الثقيل ان كمان احد الثنائي محمود كهربا او صلاح محسن. هذا الكلام حتى هذه اللحظه غير صحيح بالمره، والجزء الاخير المتعلق باحد اللاعبين كهربا او صلاح محسن اعتقد يعني الفتره الاخيره شوفوا مين بيشارك بشكل اساسي وانتوا تعرفوا لو مدرب عايز يمشي لاعب هيشارك بشكل اساسي بالشكل ده، صعبه جدا. الاثنين كانوا اساسيين اخر 4-5 مباريات وشايفين المستوى اللي ظهر الفتره الاخيره، فبالتالي كل هذا الكلام حتى هذه اللحظه عاري تماما من الصحه، وصبرا بس ايام قليله او ساعات قليله وهنعرف تفاصيل كثيره متعلقه بقائمه الاهلي خلال الموسم القادم. طيب كمان معانا من ترند الاهلي الوطن الرياضي من خلال حسابه الرسمي بيتكلموا على بعد خسارة الدوري 30 يوم تفصل الأهلي عن لقب جديد. هما بيتكلموا عن 30 يوم متبقي على السوبر الإفريقي، وبيتكلموا خلال هذه الفترة ممكن تتلعب كأس السوبر المحلي وممكن تتلعب مباريات كأس مصر، بس صعب قوي في 30 يوم تتلعب كل المباريات دي ولسه كأس السوبر الإفريقي. لا ده هما كاتبين معلومة بالنسبة لي كانت مفاجأة، أصلي في اتجاه لتأجيل السوبر الإفريقي من أجل استكمال باقي المباريات المحلية. أنا بالنسبة لي بصراحة دي نكتة، فكرة إنك تطلب تأجيل السوبر الإفريقي عشان تخلص كاس مصر والسوبر المصري، ده إذا حصلت جديدة أول مرة أسمعها إن اتحاد محلي، ده على عهدة الزملاء في الوطن سبورت، اتحاد محلي يطلب من اتحاد قاري يأجل بطولة قارية موجودة في الأجندة الإفريقية والأجندة الدولية عشان أنا مسابقاتي المحلية لسه ما خلصتهاش. هنشوف. اخر حاجه معايا من ترند الاهلي الحساب الرسمي لي يلا كوره. يلا كوره الحساب الرسمي ليه على تويتر بيقولوا تقارير مغربيه بتقول الكاف بيحرم الرجاء من 4 لاعبين امام الاهلي بالسوبر بسبب القائمه الافريقيه والقيد الافريقي، وميعاد السوبر جاي بعد القيد الافريقي، وبالتالي اي لاعب نادي الرجاء تعاقد معاه مش هيقدر يشارك في السوبر الافريقي. قلت الكلام ده قبل كده بالنسبه للاهلي، اي صفقه هتتم الفتره الجايه وما تأيدتش افريقيا قبل 15/8 مش هتشارك في السوبر الافريقي. التقرير المغربي بيتكلموا على 4 لاعبين، اللاعب الغيني مصطفى كوياتي القادم من مازيمبي، ودي صفقه الرجاء المغربي خده لاعب فري من مازيمبي، ولكن بشرط اذا تم بيعه هيكون في 50% من قيمه البيع لنادي مازيمبي الكونغولي. اللاعب البوركينابي سامي هيان، وبالتاكيد هؤلاء اللاعبين بالتاكيد بيلعبوا في منتخبات بلادهم سواء غينيا او حتى في بوركينا فاسو، ولاعب من مولوديه وجده جمال حركاس، وعمر العمراني لاعب ملقا الاسباني السابق. دي صفقات نادي الرجاء المغربي اللي تم قيدها بعد غلق باب القيد الافريقي ومش هيقدر يستفيد بيها في مباراه السوبر الافريقي امام النادي الاهلي، ونفس الامر بيحصل مع الاهلي ايضا في الصفقات اللي هيتم اعلانها خلال الساعات القادمه مش هتكون موجوده في السوبر لان هيكون قيدها يوم 30/8، لان اتحاد الكره عندنا في مصر ما فتحش القيد زي الجزائر في اول 8 عشان تستفيد بصفقاتك الجديده منك عندك بطوله قاريه مهمه زي بطوله السوبر الافريقي. لكن عموما دي مواعيد، وعندنا اتحاد بيحط مواعيد دون الرجوع الى اللوائح ودون الرجوع للاجنده الرسميه ودون التفكير حتى في مصالح الانديه المصريه اللي بتمثل مصر في بطولات قاريه.